زواج الأرملة بدون ولي باطل إلا إذا لم يكن لها ولي، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، قول الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحوها باطل. وفي الباب أيضا في شأن الثيب على وجه الخصوص أن الله عز وجل قال وإن طلقتموه يا أيها الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. ووجه الدلالة أن معقل بن يسار قال زوجت أختا لي برجل فأكرمته وأفرجته ثم بعد ذلك طلقها وتركها حتى انقضت عدتها ثم جاء يخطبها فقلت له أكرمتك زوجتك أفرجتك ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها وجئت تخطبها، لا والله لا أزوجك. فنزل قوله تعالى فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. ووجه التراضي وكونه له وجه للإعلال عفوا للإعضال، إذن من حقه أن يعضل إذا لم يكن ثم إذا كان هناك سبب للإعضال.